مراسل شبكة شام بعد التحية حسان. يعني كانت هناك أنباء عن وصول نحو 60 جثة لمقاتلين تابعين لميليشيا حزب الله إلى لبنان بعد مقتلهم على أيدي الثوار في معارك برود، هل لديكم معلومات عن ذلك؟ ورحمة الله. اليوم في يبرود لا تزال الاشتباكات مستمرة على جبهات يبرود في تلال ريما والعقبة وعلى أطراف منطقة جبال القانون في محيط يبرود، بينما شن النظام عدة غارات على المدينة في يبرود في منطقة تلال ريما بالتحديد. أيضا بالحديث عن أوضاع القلمون، اليوم انفجرت سيارة مفخخة في مدينة مضايا أدت إلى استشهاد شهيد وإصابة طفل بالانتقال إلى الغوطة الغربية وأحداث العاصمة في دمشق. اليوم قامت عصابة الأسد باستهداف حي جوبر الدمشقي بالغازات السامة، أدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات ظهرت عليها أعراض التعرق وضيق التنفس وتضيق الحلقة في المليحة. اليوم أعلن فيلق الرحمن عن استهداف الفوج 81 إشارة على طريق مطار دمشق الدولي وتحقيق إصابات مباشرة. في جبهة المرج اليوم أعلن الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام عن تدمير عربة شيلكا للقوات الأسد وصد محاولة تسلل في منطقة المرج. في داريا اليوم حاولت ميليشيات الأسد التقدم على أحد النقاط في الجبهة الشرقية للمدينة مستخدمة الرشاشات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة وحشوات الار بي جي، قام على أثرها الجيش الحر صد هذه المحاولة وتكبيد النظام السوري، خسائر في الأرواح وعدد من الجرحى في الشيح، سقوط قذيفتين على الشارع العام الرئيسي في محيط الكازية وجامع الرضا، وأنباء عن وجود إصابات في الغوطة الشرقية، قصف يتركز لا يزال يتركز على بلدات الغوطة الشرقية في دوما وزملكا وكفر بطنة الوضع الطبي أخي الكريم لا يزال في تدهور، والوضع الإنساني لا يزال في تدهور، الحصار لا يزال مفروض على الغوطة الشرقية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا حسان تقي الدين مراسل شبكة شام، كنت